محاولات الاتهام للسوداني محاولات بائسة، بل تدل على جهل كامل فيما يحصل. أوف. النفط العراقي، النفط العراقي عندما يباع تذهب أمواله إلى حساب بنكي، هذا الحساب البنكي هو في الفدرالي الأمريكي، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ما عدا بنك مركزي، ما عدا سنترال بنك، عندهم شيء يسموه الفدرالي الأمريكي. وأنا شايف بنايته محصنة بمدينة أتلانتا، وهو يخزن به الذهب والدولار، ويتم طبع الدولار في مكان تزوره في واشنطن، يعني مثل سياحي تشوف طبع الدولار في واشنطن. لذلك وعندما يتم صرف الدولار إلى العراق إلى أي مصدر، لنفرض أني حولت لك 100 دولار إلى عدي، أخ عدي، فهناك بنوك مصارف محدودة كبرى 4-6 في مقرها كلها في نيويورك، هي مخولة أن تقر أنه هاي 100 دولار شرعية وغير شرعية ذاهبة لك. حلو. من خلال السويفت اللي هو نظام تم تأسيسه في بلجيكا في الحرب أثناء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، ومن من هالطريقة يقدرون يخنقون أي أو يوقفون أي دفعة غير أو دفعة مشبوهة. لذلك أنت ترى الناس الذين يصابون بالعقوبات لا يستطيعون استعمال الدولار حتى وإن لم يتم استيلاء عن أموالهم، لأنه ما يقدر يحرك دولار واحد، لأنه هو راح يبين اسم تحت العقوبة يحول هاي الأموال ويتم توقيفها. يعني يتفرج على فلوسه.